شايفين الاكوا ما شاء الله فيها اكتر من حاجه، اللعبه مائيه اهو بصوا. يا مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي في المصيف وفي فلوجاتي. النهارده يوم جديد زي ما احنا شايفين كده. احنا دلوقتي هنصور لكم الاكوا بارك. زي ما انتم شايفين دي اكوا بارك الاطفال في فندق بيكا الباتروس اكوا بارك الغردقه. للي ما تابعش فيديوهاتي اللي قبل كده هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. صورت لكم من هنا اماكن كتير جدا جدا. هنشوف مع بعض بقى الاكوا بتاعه الاطفال. هو في اكتر من اكوا الحقيقه. شايفين بقى دي الاكوا بتاعه الاطفال الرئيسيه، جميله جدا جدا. وفي فوق كده زي برميل ميه بيتملي والاطفال بيستنوا تحت عشان الميه دي بتنزل عليهم، بتبقى جميله جدا. مع بعض كده مواعيد الاكوا هنا من الساعه 10 للساعه 12، ومن الساعه 12 بتتقفل لحد الساعه 2:30 وبترجع تشتغل تاني لحد الساعه 5 مساء. شايفين الاكوا ما شاء الله فيها اكتر من حاجه، اللعبه مائيه اهو بصوا. طبعا الاطفال بتستمتع جدا بالبرميل ده وبيقعدوا يستنوه كده. يا ريت بقى تساعدوني باللايك، الناس اللي لسه ما حطتش لايك لحد دلوقتي يا ريت تحطوا لي لايك علشان انزل لكم فيديوهات اكتر في المصيف بتاعنا السنه دي. بصوا ودي مجموعه ثانيه من الملاهي. طبعا بصراحه في هنا امان جامد جدا جدا صراحه، والبارات بتشتغل. البارات دي اللي بتقدم المشروبات السخنه والبارده طول اليوم على البسين والاكوا والبيتش. بصوا دي حلوه قوي برده، بتنزل ميه كده جميله جدا. دي بقى الاكوا بتاعه الاطفال الصغيره اقل سن، يعني البيبيهات والاطفال اللي هو لحد سن 3 سنين ولا حاجه. عاملين لهم اكوا صغنطوطه خالص كده، امان على قدهم. وزحاليق، زحاليق اهي. انا بلعب معاه. وبصوا هنا بقى القعدات عاملينها ازاي، عاملينها كده حاجات برضو خصوصيه جدا عشان خصوصيه، ده غير الشاظلون. دي كده تاني اكوا للاطفال اللي هم الاقل سن. يبقى شفنا اول واحده اللي هناك دي بتاعه البرميل، دي الاكبر سن في الاطفال ودي اقل سن. هنشوف مع بعض اكوا تانيه وسط دلوقتي، السن الوسط يعني. اهي الزحاليق اهي، بصوا امان جدا جدا. نشوف الاطفال وهي بتتزحلق بقى. عمق الميه صغير جدا. دلوقتي بقى احنا داخلين على الاكوا رقم 3 للاطفال برضو، دي اهدى كتير يعني من اللي احنا شفناها. فيها برضو مجموعه من الزحاليق والملاهي المائيه، وبرضو العمق بتاعها صغير مش كبير اهي. عاملين لهم زي شط كده، كانه شط يعني في الاول بالتدريج وينزلوا بقى على الميه. الدنيا هاديه قوي في الفندق، مش زحمه ولا حاجه، الدنيا حلوه يعني. الواحد بيستمتع بكل حاجه، مفيش تكدس في الملاهي ولا في ملاهي مائيه يعني ولا في اي حاجه تانية. وطبعا التباعد علشان الكورونا، لان احنا للاسف لسه برضو في زمن الكورونا ففي تباعد. شايفين البقره الحلوه اللي هناك دي، شكلها حلوه قوي للتصوير. وبرضه فيها العاب اهي للاطفال.
وفيها جوه بقى رسم وانشطه كتير جدا لو انتوا حابين تسيبوا الطفل يعني في الكيدز كلاب. تعالوا بينا نقرب كده ونشوف مع بعض المراتح بتاعتهم، بس طبعا كل الاطفال بتفضل الملاهي المائيه اكتر اكيد يعني. دي المغرب كده تبقى حلوه قوي او بالليل. تعالوا نشوف مع بعض بقى المواعيد اهي، من 10 ل 12 ومن الساعة 3 لحد الساعة 4:30 مساء. وأماكن الخضرة كتير جدا هنا بقى. طبعا دي بقى الأكوا الكبيرة، في برضو كذا حاجة من الأكوا الكبيرة والملاهي المائية، دي بقى هعمله لكم في فيديو إن شاء الله منفصل علشان الفيديو ما يطولش يعني عليكم أكتر من كده. انما النهارده احنا بنتناول الاكوا بتاعه الاطفال والكيدز كلاب وكل حاجه متعلقه بالاطفال، وبناخد مع بعض جوله كده في الفندق، نتمشى مع بعض كده واعرفكم اكتر بفندق بيكا الباتروس اكوا بارك الغردقه، نتمشى ونشوفه مع بعض. طبعا الجزء ده كله بتاعت اكوا بارك الاطفال اللي احنا شفناها مع بعض بالتفصيل، وهنا بقى الجزء بتاع اكوا بارك الكبار بيفصلوا ده عن ده، كل حاجه وليها مكانها المخصص. وعاملين برميل برضو صغير اهو للاطفال الاصغر سن، هنشوفه مع بعض. بيبقى جميل قوي البرميل ده، الاطفال بتقف تحتيه بتتبسط قوي لما يدلق عليه. شوفوا ده زيزو بقى ابني واقف اهو تحت البرميل مستني الميه تدلق عليه. قرب شويه يا زيزو، قرب شويه، قرب شويه عشان الميه تيجي عليه. اهو بيبدا يميل اهو، الميه هتقع اهو. بس بياخد وقت شويه لحد ما بيتملي. دلوقتي بقى هنروح للاكوا بتاعه الكبار، بس انا هضطر انهي معاكم الفيديو دلوقتي عشان ما يطولش عليكم. ان شاء الله انتظروني في فيديو جديد وفيها بقى الاكوا بارك بالتفصيل بتاعه الكبار والملاهي المائيه، اكبر ملاهي مائيه هنا في فندق بيكا الباتروس الغردقه. ومتنسونيش بقى باللايك والشير واشتراك في القناه لسه ما اشتركش فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.